أهلا بكم في حصاد الأيام. في عالم يتغير، القدس لا تتغير بل تخطو قدما كي تتحرر. لم يعد ذلك حلما وهميا بل أضحى حلما قابلا للتحقق، كما يقول محورها وكما يعترف محتلوها على الذين يرددون ذعرهم من التفكك. ولعل هدير الساحات نصرة للقدس يعزز القناعة بأن التحرير قدر وأن المستقبل ليس للاحتلال. يوم غد هو اليوم المشهود، يوم القدس العالمي الموعود. أهلا وسهلا بكم في حصاد الأيام، والذي سيكون مخصصا لإحياء يوم القدس العالمي تحت عنوان طوفان الأحرار. أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في الاستوديو الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات. مرحبا بحضرتك. حياكم الله دكتور. والأستاذ محمد الياسر الكاتب والمحلل السياسي. حياكم الله. مرحبا بحضرتك ورمضان كريم. أيضا من طهران عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية من جامعة طهران الدكتور حسين ريوان. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا بكم وبالضيوف الكرام. أهلا بحضرتك دكتور هاشم. أبدأ مع جنابك، يختلف إحياء يوم القدس هذه المرة، ما الذي تغير كي يتلهف العالم بإحياء هذا اليوم هذه المرة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم، لضيفيك الكريمين الأستاذ حسين رضوان والأستاذ سيد الياسري. لعل تجسيد معنى يوم القدس بمنطلقات الأساسية التي أرادها الإمام الخميني هو تكريس إنسانية هذا اليوم، وأن يكون هنالك تعامل إنساني مع مظلومية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وربما في الأعوام السابقة كان البعد السياسي حاضرا، وأيضا وجود حضور للبعد الإنساني، لكن في هذه المرحلة في هذا العام تحديدا ومنذ العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، كان واضح بأن العدوان ابتعد حتى على ما يسمى بأخلاقيات الحرب أو قواعد الحرب. كانت حرب إبادة، حرب استهدفت الإنسان واستهدفت المنشآت المدنية، المستشفيات والمساكن بشكل مباشر، وكانت الضحايا في مجملهم. الأرقام والإحصائيات تقول بأن 70% من ضحايا الفلسطينيين في غزة كانوا من النساء والأطفال. وأيضا كان هنالك استهداف كبير جدا، هو الأعلى في تاريخ الحروب للصحفيين والإعلاميين باعتبارهم جزء مهم في نقل الحقيقة. وأيضا في استهداف الموظفين والممثلين الأمميين في غزة. أيضا الأمم المتحدة أعلنت بأن أكثر عدد من الضحايا هم كانوا في هذه الحرب. كل هذا يشير إلى لا إنسانية العدو، وهذا الأمر يوجب لعله ويكون دافعا وحافزا إضافيا للمشاركة و التفاعل بشكل أكبر في هذا العام مع يوم القدس، على اعتبار أنه كان يوما
إعلان الحق الفلسطيني والمظلومية الفلسطينية بعنوان أنه رفض للظلم حيثما كان في أي زمان وفي أي مكان. وفي هذا العام مثل ما قلت هذه المعاني وهذه الأبعاد تجعل من المشاركة ببعد أكبر وبعنوان إنساني أول، وهذا لعله ما تحقق بشكل كبير. أيضا لابد أن نقول بأن هذه المشاركة في هذا العام هي تجسد بأن المرامي التي انطلقت منها الثورة الإسلامية في مساندة القضية الفلسطينية وتحديدا إعلان الإمام الخميني منذ الأسابيع الأولى لانتصار الثورة الإسلامية ليوم القدس، كان يراد منه ليس إحياء قضية كان يراد لها النسيان، وإنما إحياء أمة وإحياء الإنسانية في التعامل مع قضايا المظلومية ورفض الظلم، وهو الشعار الذي تبناه الإمام الخميني والثورة الإسلامية بأنها تنصر المستضعفين وتحارب المستكبرين في كل العالم. ولعل الذي فيه الإحياء الذي شاهدناه من الصبر والصمود والانتصار للفلسطينيين لأهالي غزة كان يمثل ليس فقط درسا وإنما أسطورة كبيرة ستخلدها الأجيال. جيد أستاذ محمد، كيف تطور خطاب يوم القدس على كافة الأصعدة شكلا ومضمونا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولكوادركم ولضيفك العزيزين الأستاذ القدير السيد هاشم الكندي والأستاذ حسين العزيز وللمشاهدين الأكارم. بالتأكيد أنه بعد سنوات من الإقامة الفعاليات ليوم القدس العالمي ودعوة الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله عليه، كان تطور في فعاليات يوم القدس العالمي. إذا لاحظنا مثلا كانت في البداية عبارة عن تظاهرات فقط شعبية مثل عقب صلاة الجمعة، لكن الآن تحولت إلى منابر وتحولت إلى مؤتمرات وتحولت إلى مادة فكرية يتم تناولها ودراستها حتى على مستوى الدراسات الجامعية ومراكز الدراسات والأبحاث العالمية تتناول كيفية أن تطور يوم القدس ونتيجة أثره. مثلا إذا لاحظنا أنه أن مواقف الشعوب الإسلامية والشعوب العربية مع القضية الفلسطينية وأصبحت عدم قناعتها بموقف حكامها، هذا جاء من خلال أن المواقف التي كانت تظهر والتأييد الشعبي لقضية فلسطينية من خلال فعاليات يوم القدس انعكست من خلالها إلى المواقف والمخالفة حتى للحكام تلك البلدان. على سبيل المثال اليوم مثلا في الأردن ومصر، تلك الدولتين كلتاهما حكامها من المطبعين مع الكيان الصهيوني، ولكن إذا نظرنا إلى الشعوب العربية في الأردن ومصر نلاحظ أن هناك تأثر كبير من خلال التأييد لحركة المقاومة، التأييد للقضية الفلسطينية، رفض التعامل مع الكيان الصهيوني أو المواقف التي اتخذتها تلك الدول من الحصار الشعب الفلسطيني الآن خصوصا في قضية طوفان الأقصى، وهذا انعكس بشكل كبير حتى على تعاطي تلك الحكام مع القضية الفلسطينية وكذلك مع عملية طوفان الأقصى. فنلاحظ مثلا محاولات الكيان بدفع قادة تلك الحكام بتحجيم مثلا أو مرصد تحركات قادة فصائل المقاومة عند زيارتهم خصوصا لمصر، نلاحظ أنه عدم جدية أنه تلك الحكومات في التعاطي أكثر مع الكيان، باعتبار أن هناك أصبح مدا شعبيا متأثرا بنتيجة يوم القدس. هذا من جانب، هذا بالتالي أصبح محطة الدراسات العالمية وليس فقط في الجانب الدول الإسلامية وكذلك في الجمهورية الإسلامية، لكن أصبح الجانب العالمي يركز. وبالتالي مثلا لاحظنا هناك دعوات ممن ما يسمى المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني الذي خرج علنا في العام الماضي ليقول يا أهل السنة اتبعوا علماءكم ولا تتبعون دعوة الخميني بهذه العبارة. نتيجة ماذا؟ لاحظ حجم التأثر الكبير للشعوب العربية بهذه الدعوة وآثارها على مستوى العلاقة هذه الدول مع الكيان الصهيوني، وكذلك مثل ما ذكره أحد وزراء الإمارات
لأحد المسؤولين بأن كنا في السابق نقول أن فصائل المقاومة والحشد الشعبي في العراق وحزب الله وأنصار الله والجمهورية الإسلامية هؤلاء كلهم ميليشيات وشيعة وروافض ومزيد من هذه الاتهامات والفتاوى التكفيرية. لكن أحرجنا أمام شعوبنا، أحرجنا باعتبار أن هؤلاء هم من يساندون الشعب الفلسطيني، من يساندون القضية الفلسطينية، واليوم من أكبر المشتركين في هذه العملية هم من هذه الحركات. بالتالي أصبح موقف هذه الدول التي هي طبعت مع الكيان أصبح موقفها ضعيف. في السابق كان يتحدثون عن أنه مسار وحراك التطبيع بأنهم يذهبون إلى إنشاء دولة فلسطينية، لكن عندما تبين أنه كل هذه أوهام وأكاذيب خدعوا بها هذه الشعوب، الآن الشعوب أصبحت تكذب هؤلاء ولا تصدقهم. سنتحدث أيضا عن مواقف الشعوب وحتى الحكام العرب بتفصيل أكثر. دكتور حسين، نرحب بحضرتك مرة أخرى. كيف سيحيي الإيرانيون يوم القدس العالمي هذه المرة ونحن نتحدث عن توقيت يتخوف العدو من رد إيراني على الكيان الغاصب رداً على قصف القنصلية الإيرانية في سوريا، وحتى الكثير من المؤيدين للقضية الفلسطينية ينتظرون هذا الرد بفارغ الصبر؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية متجددة لك وللضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. أهلاً بك. يعني دعني أشير إلى أن يعني يوم القدس هو لم يأتي من فراغ، هو أتى ضمن إطار التنظير وإحياء الشعائر الإسلامية التي قام بها الإمام الخميني. موضوع المواطنة الإسلامية التي يشير إليها القرآن إنما المؤمنون إخوة، وكذلك في الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذه الأخوة والمواطنة الإسلامية هي جزء أصيل من الفكر الإسلامي. مع الأسف الغرب ومن خلال الدولة الوطنية ودولة الشعب أو ما يسمى نيشن ستيت حاول إيجاد حدود تحت مسميات دول ومنع التواصل، تواصل الأمة فيما بينها. هذا التواصل هو تواصل يتجاوز المذاهب ويتجاوز كل الاجتهادات السياسية والفقهية داخل الأمة الإسلامية. من هنا تبني إيران للقضية الفلسطينية هو يأتي على خلفية تبني موضوع الأمة الدولة. حتى يعني فيلق القدس هو ليست له أي مهمة داخل إيران، هو مؤسسة تدافع عن الأمة أينما كانت، وهناك فخر لهذه المجموعة أنها دافعت عن المسلمين في البوسنة، في لبنان، في العراق، في فلسطين وفي اليمن، ودعمت فصائل المقاومة في كل هذه الأماكن. هذا لا يأتي من خلال والله أن إيران يعني مع هذا الطرف أو ذاك، لا لا لا، موضوع أمة وليس موضوع إيران العراق أو إيران فلسطين، موضوع أمة. ويجب إحياء ثقافة الأمة والمناسك المترتبة على ذلك من وحدة مصير ومن وحدة في الحرب ضد الكيان الصهيوني. لماذا الإمام الخميني رحمة الله عليه طرح موضوع يوم القدس؟ هذا اليوم للتثقيف، هذا اليوم للعهد والبيعة للقضية الفلسطينية كأولوية للأمة الإسلامية. وفي تصوري أن استجابة الشعوب وانخراط الشعوب الإسلامية يعكس أن ما قامت به الجمهورية الإسلامية من توسيع لهذه الثقافة نجحت في هذا الموضوع. بالتالي اليوم وحدة الساحات المقاومة عمقت الخوف لدى الكيان الصهيوني، وهذه رسالة إيجابية تصل إلى الكيان الغاصب. نعم، يعني الكيان الصهيوني أراد أولا أن يحجم الموضوع من مواجهة بين إسرائيل والأمة إلى مواجهة إسرائيل مع العالم العربي، وبعد ذلك مواجهة بين إسرائيل والمجتمع الفلسطيني، في حين أن الثورة الإسلامية بسبب الهوية الإسلامية لها هي تريد إعادة هذه المعادلة إلى الواجهة
أي معادلة أن إسرائيل عدو للأمة الإسلامية وليس فقط للشعب الفلسطيني، وواضح أن موضوع من النيل إلى الفرات هذا هو مشروع إسرائيلي لا زال مكتوبا على مدخل الكنيسة أو البرلمان الصهيوني، أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات، وتريد أن تذكر يعني النواب بهذا الموضوع. من هنا موضوع يوم القدس هو موضوع أيديولوجي وليس موقف سياسي، هذا أولا. الموضوع الثاني في هذا الإطار، نحن أمام مشهد مختلف الآن. أولا الالتزام بالقضية الفلسطينية الآن تجاوز العالم الإسلامي وذهب بعيدا إلى الغرب، الغرب الذي أراد الغرب من خلال ثقافة الجندرة والشذوذ الجنسي إلى آخره أن يدفع المجتمعات باتجاهات ومتاهات مختلفة. هذه المجتمعات ومن خلال الفطرة الإنسانية والوجدان والعقل والفرص المتاحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ونقل الصورة إلى الغرب، الآن كلها معبأة ضد إسرائيل، والمظاهرات في لندن تكاد تتفوق على الكثير من المظاهرات حتى في العالم الإسلامي. وفي هذا الإطار يعكس أن القضية الفلسطينية أصبحت متبنات إنسانيا وإسلاميا، ومن هنا يوم القدس في هذا العام يجب أن يكون مختلفا تماما عما كان عليه سابقا، خاصة نحن أمام أسطورة صمود لستة أشهر لم يستطع الكيان الصهيوني، هذا يعني هذا ما يسمى ريكورد، يعني رقم قياسي أن المقاومة استطاعت أن تصمد ستة أشهر، العدو لم يحقق شيئا والمقاومة حققت أهدافها. من هنا التلاحم بين هذا الصوت وضحت الفكرة دكتور، أعود لحضرتك. أصبح شيء مختلف عما كان عليه في السنوات السابقة. دكتور هاشم، بعد استمرار القصف البربري للكيان الغاصب لمدة ستة أشهر على الأراضي الفلسطينية، المدنيين العزل، نساء، أطفال وغيرهم، ومع التأييد العالمي لنصرة القضية الفلسطينية، لماذا اليوم الدول العظمى تنظر إلى القضية الفلسطينية بعين واحدة ولا تحرك ساكنا لنصرة هذا الشعب المظلوم؟ لعل في هذا الأمر أمريكا التي هي اليوم تنظر بعين واحدة بشكل واضح وبشكل افتضحت به أمريكا، وإن كان مواقف الأمريكان الأخيرة أيضا تشير إلى أنهم تراجعوا في اندفاعهم ودعمهم للكيان في عدوان، مثل ما كان الأمر مختلفا عند مثلا الفرنسيين أو الألمان في بداية العدوان على غزة، ذهبوا أيضا بدعم وبعبارات تأييد كبيرة، بعد ذلك تراجعوا، والآن تصل المواقف إلى مستوى الإدانات لما يقوم به الصهاينة. المهم في كل هذا وما ينظر له الآخرون سواء كان دول عظمى أو دول كبرى إلى ما يحدث في منطقتنا، وتحديدا بما يتعلق بالقضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية الأكبر من حيث المظلومية، ولعل الإشارة إلى أنه الشعب الوحيد الذي لم يتحرر أرضه ولم تتحرر أرضه هو الشعب الفلسطيني. المهم في هذا هو كيف ينظر لك الآخرون، دول عظمى دول كبرى، ولعل الذي قام به الإمام الخميني بإعلان يوم القدس العالمي كان يريد الإمام أن ينقل القضية الفلسطينية من الشعار إلى الاقتدار ومن الشعور إلى الحضور. تعرفون على مدى أكثر من ثلاثة عقود في حينها قبل انتصار الثورة الإسلامية كان الكثير من العبارات والجمل والنداءات الرنانة، لكن هي على مستوى الحضور لم تحقق شيئا ولم تنجح، كانت شعورا موجودة، أيضا هي كانت على مستوى الشعار حاضرة ولكنها لم تعكس اقتدارا. ولعل ما اكتشفه الأعداء مبكرا كان واضحا لديهم. هنا أنا أستذكر ما كان يصرح به كيسينجر وبرجينسكي بالأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية، البعض
ذهب إنه لماذا تعادي أمريكا هذه الثورة وهذه المعادات في بداية انتصار الثورة، لربما تدفع الإيرانيين أو الثوار والثورة إلى الذهاب إلى الطرف الآخر إلى الاتحاد السوفيتي، رغم أنه الإمام الخميني أعلنها منذ الأيام الأولى بل من الساعات الأولى أنها جمهورية إسلامية لا شرقية ولا غربية. جيد دكتور، ما أهمية فقط أحياء هذه المناسبة؟ وأنا سأتيك لهذا الشيء عفوا. فبالتالي كان يشخص برجنسكي وكيشنجر بأن الخطر الأكبر في هذه الثورة وفي هذه الجمهورية هو ليس أنها تمتلك الاقتدار وإنما تنقل هذا الاقتدار إلى الآخرين، وهذا الذي تحقق اليوم. العالم ينظر بهذا الاحترام وبهذا الإكبار وبهذا الإجلال والتعاطف أيضا وفي استشعار المظلومية والانتصار لها. المواقف الأمومية الأخيرة، القرار الأخير الذي رغم كل المحاولات الأمريكية في منع إصدار قرار أممي بإيقاف العدوان والمطالب بإيقاف العدوان حتى باستخدامهم الفيتو، لكنهم في نهاية المطاف لم يستطيعوا أمام الضغط العالمي وأمام الآن الاستشعار العالمي الذي هو فاضح الآن ورافض للإجرام الأمريكي الصهيوني، وفي المقابل ينظر باقتدار باحترام إلى اقتدار الجهات التي هي حققت الحضور بعد تحضير بعد استحضار الشعور، وهي اليوم التي تقدم النصرة والانتصار إلى الشعب الفلسطيني. اليوم مبدأ وشعار وحدة الساحات الذي تحقق بشكل كبير هو غير المعادلة على المستوى الاستراتيجي العالمي. أمريكا هذه الدولة العظمى التي كانت تلوح إلى أي دولة من هذه الدول في المنطقة فتجعلها تنكفئ وتغير مساراتها، اليوم أمريكا تضرب في قواعدها في العراق وفي سوريا من المقاومة الإسلامية العراقية. اليوم أمريكا عاجزة أن تغير معادلة فرضها أنصار الله لنصرة الشعب الفلسطيني وفرض حصار على المعتدين الصهاينة والأمريكان لأنهم يمارسون حصارا لا إنسانيا على فلسطين. اليوم أمريكا تكسر هيبتها في المنطقة وهي تتوسل لتكون في وضع لا يفضح هزيمتها وانهيار كبريائها. كل هذه المعادلة تحققت باستحضار يوم القدس عمليا والتحول فيه إلى الانتماء وإلى التفاعل والفعل وليس فقط على مستوى. أخذتنا لنقطة مهمة دكتور إذا تسمح لي أستاذ محمد، يعني هل تغيرت السياسة الأمريكية تجاه تعاملها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ اليوم نرى الموقف الأمريكي خاصة من الموقف الأخير الذي حصل، اليوم الجانب الأمريكي يتنصل على المسؤولية ويقول ليس لدينا أي علم بالهجوم الذي حصل وربما لا نقبل ولا نرغب بأي هجوم على القنصليات والبعثات الدبلوماسية. خب بالتأكيد أنه منذ بداية عملية طوفان الأقصى الأمريكان جاءوا بكل ثقلهم إلى الإسرائيليين، قدموا كل المساعدات الدعم العسكري التسليح وكل ما يحتاجه هذا الكيان، لكن في بمرور الوقت أنه أصبح على يقين أن الإدارة الأمريكية والأمريكان وأيضا هذا سببها انشقاق في الوساطة الأمريكية بأن البقاء بهذه الحالة هو لا نتيجة من الحرب. على أقل تقدير هم يريدون أن يخرج هذا الكيان بعنوان لا غالب ولا مغلوب، على أقل تقدير، لأنهم تيقنوا على مدى أنهم حصار في قطاع غزة، المواقع مثل شمال قطاع غزة بعد أن دخلته 3 ألوية عسكرية وأعلنوا أنه فيه لا يوجد فيه حتى مدنيين، يفاجئون بأن بعض الأسرى يتم إخراجهم من الأنفاق بعمل التبادل من شمال قطاع غزة. نعم. الصواريخ تقصف بها المستوطنات من شمال قطاع غزة التي هي أعلن أنها تم السيطرة عليها بشكل كامل. فهنا أصبح أنه لدى الأمريكان الآن هناك 2 طرفين، الجانب الأول والذي هو متمثل اليوم بالإدارة الحالية هو لا يتفق تماما مع مسار نتنياهو بالمطلق وخصوصا مسار توسيع الحرب، هم لا يريدون وأبعثوا برسائل كثيرة باعتبار أنه هذا يهدد مصالح أمريكا الوجودية في المنطقة وبالتالي هم لا يريدون، لكن نتنياهو يدفع بهذا المسار
لكي يتخلص من مسألة الهزيمة التي تنتظره أو العقاب والسجن الذي ينتظره. والجانب الآخر، الأمريكان يعتقدون، وهم حتى الذين يدفعون اليوم السلاح إلى حكومة نتنياهو، هذه الحكومة الغبية وإلى هذا الكيان اللغير، يعتقدون بأن إيقاف الحرب في هذا الوقت يعني انتصار إيران الحتمي، فهم لا يريدون أن يعطون أو يقرون بالاعتراف بانتصار الجمهورية الإسلامية محور المقاومة وحركة حماس. هنا السؤال، ماذا يعني خروج حماس منتصرة بعد أشهر من الحصار، أشهر من المقاومة، أشهر من الصمود في وهذا الدمار والخراب الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة، ولم يصل إلى شيء، لم يحقق لا على مستوى. ماذا يعني توسيع دائرة الصراع؟ توسيع دائرة الصراع، نتنياهو يريد التخلص فيه جانبين. الجانب الأول أنه نتنياهو يتخلص فيه أنه عندما يكون هناك توسع دائرة الحرب، فإنه يشترك فيها أمريكا والأطلسي كما حدث مع أنصار الله والشعب اليمني والمقاومة اليمنية في البحر الأحمر. بالتالي هو يريد أن يدفع إلى هذه الخيارات حتى أنه يتخلص من عامل الضغط عليه، هذا الجانب، وبالتالي يؤخر عملية إعلان الهزيمة للاحتلال، وبنفس الوقت يؤخر مسألة المسار المحاكمة التي تنتظره، هذا من جانب. الجانب الآخر أنه يريد توريط أمريكا، باعتبار أنه ليس فقط أنه هذه المستعمرة في قلب الغرب آسيا، وليست أنه هذه هي المرتكز الذي تعول عليه، أو إنها الطفل المدلل للإدارة الأمريكية، إنما أصبحت أداة توريط. ولهذا عندما نلاحظ مثلا تنصله من عملية اغتيال القادة النصر ورمي التهمة على الأمريكان، هذا من جانب، رغم أنه كان يدفع ترامب إلى هذه الخيارات. النقطة الثانية مثلا الدفع باتجاه خيارات المواجهة مع المصالح الأمريكية والوجود الأمريكي في منطقة غرب آسيا، كل هذه تجعل الأمريكان، عندما نلاحظ مثلا في أول أيام إعلان الحرب الوزير الخارجي الأمريكي زار هذه الدول وأعطى رسالة بأننا لا نريد، ولهذا كانت إيران الجمهورية الإسلامية ذهب وزير الخارجية بنفس الوقت، زار بيروت وزار قطر وزار سوريا وكذلك العراق، وأعطى رسالة واضحة أنه هناك تأييد من الموقف لحركة المقاومة وأيضا مواجهة المشروع الأمريكي. ولكن هذا لا يعني اليوم الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، وهذه محاولة أن تنصل الأمريكي رمي التهمة على الإسرائيلي، والإسرائيلي ماذا يحمل؟ بالنتيجة عندما يتم استهداف الإسرائيلي سيشكل تحالف دولي، هم هذا يريدون أن يذهبوا بهذا. إذا لاحظنا في هذه المسارات، شوف رسالة الإمام الخامنئي حفظه الله بعد العملية، إذا تلاحظ أن القصف الذي حدث والتفجيرات التي حدثت في الجمهورية الإسلامية، ماذا قال الإمام الخامنئي؟ قال هناك رد حازم، قصفت أوكار الموساد في كردستان. هنا أيضا الغرب يستشعر والإسرائيلي يستشعر أن هناك ردا حقيقيا من الجمهورية الإسلامية، وهذا الرد سيكون أثره كبير وسيغير معادلة حقيقية كبيرة سواء على المستوى الإسرائيلي رغم تنصل الأمريكي منها. إذا تسمح لنا نأخذ رأي أستاذ حسين، كيف تقرأ أنه سيكون الرد الإيراني كما وصفه قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنائي في بيانه بأنه ستكون صفعة قوية للكيان الغاصب؟ يعني في العلوم الاستراتيجية هناك مدرستان، مدرسة تتبنى استراتيجية الهجوم ومدرسة تتبنى استراتيجية الدفاع. استراتيجية الهجوم تستوجب وجود أسلحة متفوقة وتفوق عسكري، أما المدرسة الدفاعية تستوجب وجود أسلحة ردع. إيران أولا تتبنى المدرسة الدفاعية وتمتلك أسلحة ردع، وهي استطاعت من خلال ما تملكه أن تخلق ردعا حقيقيا أمن الأمن في الداخل الإيراني. ما قام به نتنياهو يعني بعد 6 أشهر من الفشل وعدم تحقيق الأهداف، هو حاول قلب الطاولة من خلال استهداف السفارة الإيرانية في دمشق، على أمل أن تقوم إيران برد متعجل، وهذا ما يدفع أمريكا إلى الدخول، ومن هنا نصبح أمام طاولة جديدة مع لاعبين جدد ومنها أمريكا. هذا ما كان يتصوره العدو الصهيوني. الآن
بعد يعني أمر الإمام الخامنئي في ضرورة الردع لحفظ الردع الإيراني الذي يعني استهدف من خلال ما حدث في دمشق. إيران تريد أولا أن تجعل العدو يدفع كلفتين، كلفة الانتظار، يعني الآن السفارات الإسرائيلية فارغة، أنه الكثير من المؤسسات، المعسكرات الإسرائيلية إلى آخره، فتحت الملاجئ وحتى الكثير من الخدمات أوقفت، يعني الإنترنت، الجي بي إس إلى آخره، وهذا مكلف للكيان. وإيران تقول أن يعني موضوع الانتظار هو ليس مكلفا لإيران ولكن مكلف للكيان الصهيوني. ثانيا الرد، قطعا إيران سترد، يعني ما جرى في العراق من استهداف لقادة النصر هو جريمة واحدة وهو عملية الاغتيال. في سوريا هناك جريمتان، هناك اغتيال وهناك استهداف لسيادة دولة. من هنا إيران عندما ردت على جريمة واحدة قطعا سترد على جريمتين ارتكبها الكيان الصهيوني. كيف سيتم الرد؟ هذا السؤال مهم الآن مطروح في كل وسائل الإعلام. طبيعي الحدث الأمني يستوجب عنصر المفاجأة، لا يمكن أن يتنبأ أحد بأن إيران كيف سترد، ولكن الرد ما دام الأمر صدر من قائد الثورة الإسلامية وهو قائد القوات المسلحة فإن الرد آت لا ريب فيه، ولكن كيف سيتم هذا؟ قطعا سيتم ضمن إطار لا يخدم استراتيجية الكيان الصهيوني في الوقت يعني والزمان. لا يمكن لإيران أن تقوم بعمل يخدم استراتيجية نتنياهو ويخرجه من أزمته. جيد، من طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين ريوان، شكرا جزيلا لجنابك، شكرا لكم. إذن مشاهدينا نبقى بهذه التغطية حول القضية الفلسطينية ويوم القدس، لكن ننتقل الآن ونرى أبرز الآراء المتواجدة في منصة إكس عشية يوم القدس. في ذكرى يوم القدس العالمي نظمت فعالية منبر القدس في أربع عواصم هي بغداد وصنعاء وطهران وبيروت، وحملت الفعالية رسالة من قادة محور المقاومة التي تؤكد استمرار المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي تحت سقف واحد، مؤكدين تمسكهم بالمقاومة كخيار وحيد لمواجهة إسرائيل. إن إحياء هذا اليوم يوم القدس العالمي هو إحياء يوم من أيام الله التي كنا
كبرت واتسعت منذ 45 عام لتتحول إلى مشروع كبير إن شاء الله لأن تنتصر القضية الفلسطينية وأن يعود الشعب الفلسطيني إلى أرضه معززاً مكرماً. منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كان القرار العراقي مناصراً لفلسطين بشكل صريح وقاطع، خصوصاً على مستوى المقاومة العراقية التي كانت في مقدمة الدول العربية التي سارعت على جميع المستويات دعم المقاومة في فلسطين. أن فصائل المقاومة قامت بدور كبير جدا وفعل كبير جدا في إيصال رسالة كبيرة وواضحة إلى الكيان الصهيوني وإلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المسيرات ومن خلال الصواريخ التي استطاعت أن تستهدف فيها الكثير من المواقع الصهيونية والتي شكلت انعطافة كبيرة جدا حقا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. هذا الصراع الذي لربما مضى عليه أكثر من 70 عام، لكن اليوم شهدنا أن هنالك انتصار واضح وجلي استطاعت فصائل المقاومة بدون جيوش عربية التي كانت يعد لها أو يعد لهذه الحروب لسنين طويلة، لكن نرى أنه فصائل المقاومة صغيرة وبسيطة جدا استطاعت أن تحقق أفعال كبيرة جدا. في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قادة محور المقاومة يؤكدون استمرار مواجهة الكيان الصهيوني حتى تحقيق النصر. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن هذه عودة مجددا مشاهدينا الكرام. أما الآن ينضم معنا من لبنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أستاذ هيثم أبو غزلان، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم أخي. أهلا بحضرتك. بداية، كيف يتعامل الداخل الفلسطيني مع يوم القدس العالمي هذه السنة بالتزامن مع ما يحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بكل تأكيد يوم القدس العالمي هذا العام مختلف عما سبقه من أعوام، يعني كان يحيي شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية يعني هذا اليوم بالمسيرات وبالمواجهات. اليوم هناك حرب إبادة وحرب تجويع وحرب يعني ضد شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 6 أشهر، وبالتالي اليوم يخوض شعبنا الفلسطيني يعني المواجهات على مدار الوقت، يعني وأصبحت القدس وهي إحدى الشرارات التي فجرت هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، أصبحت الخبز اليومي للمقاومة الفلسطينية ولشعبنا الفلسطيني. ولذلك ستبقى هذه يعني يوم القدس يعني سيبقى شرارة مدوية في أرجاء هذا الكيان الصهيوني حتى إنهاء وجوده عن كل أرضنا بإذن الله تعالى. جيد. سيد هيثم، صف لنا مشاعر الثوار والأبطال من داخل الأراضي الفلسطينية وهم ينتظرون إحياء يوم القدس العالمي يوم غد. يعني بكل تأكيد كما قلت أخي الكريم، اليوم القدس أصبحت الخبز اليومي لشعبنا الفلسطيني، هي آية من القرآن الكريم، من ينساها فقد نسي القرآن الكريم، من تركها فقد ترك يعني القرآن الكريم. وبالتالي اليوم الابتعاد عن القدس، عن طريق القدس، هو ابتعاد عن طريق الله عز وجل. اليوم الشهداء الذين يرتقون على طريق القدس وأولئك الذين يرتقون في فلسطين أيضا من أجل القدس هم الذين يحددون هذا المسار ويحددون هذا الطريق نحو القدس، نحو يعني التحرير ونحو إنهاء وجود الكيان الصهيوني عن كل أرضنا الفلسطينية. اليوم هذه القدس حاضرة وبقوة، دماء شهداء شعبنا، دماء شهداء المقاومين قيادة وأعضاء ومجاهدين، يعني كل هذا يشير بما لا يدع مجالا للشك أن القدس اليوم أصبحت هي يعني الدينامو الذي يشعل هذه المنطقة، وبالتالي ستبقى لن يكون هناك استقرار في المنطقة طالما أن القدس وطالما أن فلسطين غير محررتين. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي هيثم أبو غزلان، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم. إذن نعود لحضراتكم. دكتور، ماذا لو كان الموقف الحكام العرب موحدين في إحياء هذا اليوم وموحدين تجاه دعم القضية الفلسطينية شعبا وحكومات؟
من الطبيعي كل حالة وحدة واتفاق هي تعزز قدرات الانتصار، ولكن اليوم لنا أن نتخيل مثلا الاقتدار والانتصار الحالي يحققه جزء من فصيل من فصائل المقاومة الإسلامية. نحن نتحدث عن جزء من كتائب القسام التي هي الجناح العسكري لحركة حماس باعتبارها واحدة من فصائل المقاومة الفلسطينية، فما بالنا لو توحدت كل قدرات الأمة الإسلامية الأمة العربية في أن تكون حاضرة في نصرة فلسطين. ولعلنا نستذكر صاحب الدعوة وصاحب دعوة يوم القدس الإمام الخميني رضوان الله عليه الذي قال لو هذه الأمة امتلكت إرادتها وألقت بدلو ماء، كل شخص من هذه الأمة يلقي بدلو ماء على هذه الدولة اللقيطة إسرائيل لا جرفت إلى البحر وغرقت. فبالتالي هذا الأمر مهم، لكن ما كان يصور لنا دوما أنه لا يتحقق تحرك ولا يتحقق انتصار إلا بأن تتوحد الأمة كشرط أول، تتحقق الدول العربية وحدة حتى يكون هو هذا الشرط الأساسي للتحرك. هذا كان مقيدا للأمة لأن أغلب الحكام هم بارتباطات مع الأمريكان ومع الإسرائيليين وهم رافضون للوحدة ولتمكين الأمة. ولو كان بقي الأمر على هذا لبقينا نخسر الأراضي ونخسر في قضيتنا، لكن امتلاك القدرة والإرادة والانطلاق بهذه إرادة الأمة هو الذي حقق الانتصار وحقق تحقيق انتصار الأراضي كما فعلت المقاومة الإسلامية في لبنان، كما فعلت المقاومة الإسلامية في العراق أو في اليمن أو في فلسطين كما شاهدنا في سيف القدس وفي طوفان الأقصى. عندما نرى الكيان الصهيوني اليوم يتجرأ ويقصف قيادات ومنشآت حيوية و أهداف مهمة، يعني هل من الصعب على محور المقاومة أن يستهدف شخصيات مهمة داخل الكيان الصهيوني؟ أولا الاغتيالات والجرائم غير الأخلاقية وغير الإنسانية هي دليل عجز للكيان الإسرائيلي. بالمناسبة كل عمليات الاغتيالات التي حصلت الكيان الإسرائيلي لم يستهدف قيادة كانت في وضع الاختباء في مواجهة التحضيرات العدوانية الإسرائيلية. من استهدف من قيادات سواء كان في قيادات حماس المكتب السياسي الجهاد الإسلامي في بيروت، سواء كان الشخصيات القيادية في حزب الله أو في العراق قيادات الحشد الشعبي السعيدي والشهيد أبو باقر الساعدي وحتى ضرب المستشارين الإيرانيين، هم كلهم يتحركون في مواقع معروفة وثابتة هي مكاتب للعمل. وأيضا هم في وضعهم الطبيعي مثلا الشهيد أبو باقر الساعدي كان في سيادته المدنية وفي حياته الطبيعية الاعتيادية، الشهيد السعيدي أبو تقوى أيضا كان في مقر الذي هو جزء من القوات الأمنية العراقية، والمستشارون الإيرانيون هم يعملون بطلب من الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب. فبالتالي حتى اللجوء الأخير لضرب قنصلية هذا فيه تجريم دولي ضد القوانين الدولية، وأيضا فيه انتهاك سيادة وفيه انتهاك سيادة وإجرام على دولتين سوريا وإيران، هو يدلل عجز هذا الكيان الذي أصبح يبحث عن صورة نصر حتى لو كان كاذبا. نعم. لكي يخرج بأنه حقق شيء، لأنه لم يحقق أيا من ما كان يهدد به ويتوعد به. قال بأنه سيجرف الفلسطينيين خارج غزة، قال سينهي حماس، قال سيسحب الأسلحة، قال كل شيء كله توقف وكله فشل. ولهذا يذهب عفوا إلى هذه الجرائم علها تغطي على هزيمته، ولكن هذه الجرائم زادته خسرانا وأيضا افتضاحا وانكسارا. جيد أستاذ حسين، أستاذ محمد العفو، ما موقف المقاومة الإسلامية وأيضا دعمها بإنجاح القضية الفلسطينية وجعل المعارضة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية عفوا بأن تصل
أو تصمد لمدة 6 أشهر وتجعل الكيان الغاصب في حيرة من أمره طول هذه الفترة؟ طبعا بالتأكيد أنه ذا لاحظنا أنه في حرب الستينات السبعينات كانت جيوش عربية بكامل قدراتها تشارك لكنها تخسر وتفشل، وأعطينا الأراضي لاحتلالها من قبل الكيان الصهيوني. لكن ما الذي جعل أنه هذه كحركة بسيطة كما تفضل الأستاذنا السيد هاشم الكندي أو بأن تدخل أو كحركة أنصار الله؟ أنه المعيار الأول الاعتقاد والتوكل على الله، كان هذا نهج الإمام الخميني رضوان الله عليه الاعتقاد ومبدئيته. أنا أنقل لك حادثة واحدة في مبدئية الإمام وكيف يمكن التعامل معها الآن تعامل بها فصائل المقاومة. في أيام الاحتلال السوفيتي لأفغانستان جاء السفير السوفيتي في طهران إلى الإمام رضوان الله عليه، طلب منا أنه أن توقف الجمهورية الإسلامية المساعدات ودعم المجاهدين الأفغان، بالمقابل سيوقف الاتحاد السوفيتي الأسلحة عن نظام المقبور صدام، وبالتأكيد هذه ستنفع الجمهورية الإسلامية. لكن ماذا كان رد الإمام؟ قال عليكم بالخروج من أفغانستان خلال 6 أشهر. أصلا ما فكر بهذا الموضوع. هنا المبدئية، هذه المبدئية هي التي عمل فيها حزب الله وأهان وأذل الكيان سواء في العام 2000 أو 2006، وكذلك هذه المبدئية التي يتعامل بها أنصار الله، وذاتها المبدئية والتوكل على الله التي تعاملت بها فصائل المقاومة والحشد الشعبي في العراق، وهي ما تعمل عليه اليوم حركة المقاومة الإسلامية. التوكل على الله والاعتماد على الشعب الذي يقف معها، وكذلك على قدرات محور متكامل لا يخون ويثقون به. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد الياسر، أشكرك الجزيل الشكر. شكرا جزيلا. وأيضا رئيس مجموعة نبأ الدكتور هاشم الكندي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. إذن مشاهدينا، ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. استعدادات كبرى لخروج مسيرات شعبية في عدد من دول العالم إحياء ليوم القدس العالمي. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بأن المواقف المشتركة لطهران وبغداد ضد الكيان. المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استمرارها في دك معاقل الأعداء نصرة لغزة. قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يؤكد أن يوم القدس هذا العام سيكون صرخة دولية بوجه الكيان الغاصب. وسائل إعلام صهيونية تعلن دخول وحدات جيش الاحتلال الصهيوني حالة تأخب. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.